لأنه سوريا لك أنت قادر، ولأنه سوريا إلنا نحن قادرين، لأنه سوريا إلك أنت قادرة، أنت قادر. أنا قادر مثل ما أي واحد لو بحب يكون حدا إيجابي بيفتح خطوط تعاون مع الكل، لحتى قد ما بتقدر تخفف من الكارثة الكبيرة اللي كلنا عم نعيشها. قادر أنت بالمجال اللي بتفكر وأنت صغير، لا ممكن يكون تأثيره كبير بكلمة بصورة بمبادرة صغيرة. بتخيل أي حدا ما رح يوقف إبداعه أو محاولته، وهي رح تبقى سوريا للكل. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا.